بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الواحد الأحد. بسم الله الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ونحييكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، من رحاب مسجد بدر بحي عتاقة بمحافظة السويس، لننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها لحضراتكم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وبعض الإذاعات. مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بألف خير. لازلنا نحتفي ونحتفل بذكرى ميلاد خير البشرية، هذا النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليكون رحمة للعالمين، هذا النبي العظيم الذي أثنى عليه ربه فقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم هو القدوة، وهو المربي، وهو المعلم صلى الله عليه وسلم. علمه ربه سبحانه وتعالى، فيقول تعالى: علمه شديد القوى. أيضا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس أجمعين، رحيما بالإنس والجن والنبات والحيوان والبيئة كلها صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في هذه الأيام الطيبة المباركة تحتفي وتحتفل محافظة السويس بعيدها القومي في يوم 24 من شهر أكتوبر عام 1973، وذلك يواكب ذكرى انتصارات أهل هذه المحافظة الكريمة الباسلة حينما انتصروا على العدو الصهيوني، حينما أراد أن يغتصب هذه الأرض وهذه المحافظة الطيبة المباركة. فقدم أبناء السويس البواسل الكثير من البطولات، قدموا دماءهم وأنفسهم فداء لهذا الوطن الغالي العظيم مصر، وذلك بمساندة من الشرطة ورجال الجيش، وكان النصر حليفهم، وكان النصر حليف أبناء هذه المحافظة ضد المحتل الصهيوني المعتدي. لا شك أيضا مشاهدينا الكرام أن محافظة السويس هي من أعرق محافظات مصر، فهي بوابة مصر الشرقية، مر على أرضها العديد من الأنبياء والمرسلين، وأيضا بها أكبر ممر ملاحي على مستوى العالم، وهي أيضا قلعة الصناعة والاستثمار في مصر والعالم. ندعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ونقدم التحية لأبناء هذه المحافظة الكريمة الباسلة بمناسبة عيدهم القومي. مشاهدينا الكرام، وخير مستفتح لهذا اليوم الطيب المبارك القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل،
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب فآتاهم الله ثواب الدنيا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا
إلى هذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ونحن في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد بدر بحي عتاقة بمحافظة السويس. مشاهدينا الكرام، وقد حضر هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد اللواء أركان حرب عبد المجيد أحمد صقر محافظ السويس، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والسيد اللواء محمد الألفي مدير أمن محافظة السويس، والسيد اللواء شريف جودة العريشي رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وفضيلة الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، وفضيلة الدكتور أحمد حمادي مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس، ولفيف من القيادات التنفيذية والإدارية بالمحافظة، ومجلسي النواب والشورى، وبعض الدعاة من وزارة الأوقاف. وبهذه المناسبة الطيبة المباركة نهنئ ونبارك لأبناء محافظة السويس بعيدهم القومي والذي يواكب 24 من شهر أكتوبر عام 1973. مشاهدين الكرام، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان الظهر ويرفعه فضيلة الشيخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مشاهدينا الكرام، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد بدر بحي عتاقة بمحافظة السويس، بمناسبة الاحتفال بعيد المحافظة القومي. ويواكب عيد المحافظة القومي 24 أكتوبر من كل عام، والتي تحتفل به محافظة السويس. ففي مثل هذا اليوم من عام 1973 تصدت المقاومة الشعبية بالمحافظة، تساندها قوات من الجيش والشرطة لقوات إسرائيلية، عندما حاولت دخول المدينة واحتلالها وردوها على أعقابها وحطموا معداتها أثناء حرب رمضان أكتوبر عام 1973. مشاهدينا الكرام، موضوع خطبة الجمعة لهذا اليوم هو: النبي صلى الله عليه وسلم مربيا ومعلما. يخطب خطبة الجمعة فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي من علماء وزارة الأوقاف. ونحن في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الكريم، شهر ميلاد النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم العظيم الذي ملأ الأرض رحمة وعدلا وصدقا صلى الله عليه وسلم. ندعو الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل الكريم أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لمرضاتك ولحبك ولحب نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر الكريم نحتفي بهذه الذكرى الطيبة المباركة. ندعو الله عز وجل أن يمن علينا بشفاعة النبي الكريم الأعظم صلى الله عليه وسلم. أرى الآن فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي يصعد درجة المنبر ليخطب خطبة الجمعة لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم، وهو الخطاب الإلهي الأفخم، جعله الله عز وجل حبلاً ممدوداً بين السماء والأرض. فمن أراد منا أن يكون موصولاً برب العالمين، موصوفاً بالفهم عنه عز وجل، صانعاً للخير والجمال في هذا الكون، فليقبل على القرآن الكريم تلاوةً وفهماً وتطبيقاً. وقد عبر القرآن الكريم عن وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف المنير الذي خاطب به الحق سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم قائلاً: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. هذه الرحمة التي زُيِّن بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة التي تحمل تربية البشر وتعليمهم وتزكيتهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً وميسراً. ومن هنا نقول: إن البشرية عبر تاريخها الطويل وإلى أن تقوم الساعة، لم ولن تجد إنساناً أشرف ولا أكرم ولا أعظم ولا أعز على الله عز وجل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم ولن تجد البشرية إنساناً معلماً ولا مربياً أحسن تعليماً وتأديباً وتطبيقاً عملياً للرحمة وللإنسانية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سيدنا معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فإذا بأنظار القوم إليه تتوجه إلى سيدنا معاوية، فقال: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن منه تعليماً، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الغلام الذي جلس على مأدبة الطعام مع سيدنا محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فأخذت يد الغلام تطيش في الصفحة، فلم يزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زجره رسول الله وما نهره رسول الله، بل قال له معلماً ومربياً برفق وبلطف:
يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة، وهو النموذج الفريد في السلوك والتصرف، ولأجل ذلك استخدم الكثير من الوسائل في طريق التعليم والتربية. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الإقناع مع العلم والحلم والحكمة والتلطف. هذا شاب جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. شاب يخاطب المعصوم صلى الله عليه وسلم، يخاطب الذي هو في قمة العفة: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. حتى إن القوم قاموا وزجروه ونهروه، فقال صلى الله عليه وسلم: قربوه قربوه. فلما دنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخدم سيدنا رسول الله المنطق معه، واستخدم خطاب الإقناع. قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا، والله جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا، والله جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بهذا الخطاب مع تمام الحلم والحكمة والتلطف، حتى ذكر له الأخت والخالة والعمة وهو يقول: لا، والله جعلني الله فداك يا رسول الله. ثم وضع النبي الكريم يده على صدر الشاب ودعا له: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الناظر بعمق في سنة وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك تمام الإدراك أن أقواله وأفعاله وخصائصه وأحواله المشرفة إنما تتسم بالتألق والتأنق والفخامة والجمال. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استخدم الكثير من الأساليب في طريق التعليم والتربية، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قد استخدم لغة الأرقام. حين نسمع كلام نبينا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ليقرب المعاني إلى الأذهان، فشبه المؤمن بالنخلة، وشبه المجتمع بالسفينة، وشبه الصاحب السيء بنافخ الكير، وغير ذلك كثير مما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يحفز الأذهان للسؤال عن طريق معلومة أو خبر. يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إن عناية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحة لم تكن أقل من عنايته بالعلم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وجدنا هذا الفقه النبوي المشرف الذي يعطي لنا الأمثلة الكثيرة للإجراءات الوقائية مما ورد في سنة سيدنا رسول الله، ومما يرسخ لنا حفظ الصحة الإنسانية ووقايتها من الأمراض وصيانتها. ومن هنا نقول إن ما تقوم به وزارة الصحة من أنواع اللقاحات المختلفة، ومنها لقاح كورونا، يدخل تحت باب الأخذ بالأسباب المشروعة، ويدخل تحت باب عظيم من أبواب حفظ النفس الإنسانية، ويرسخ قيمة رصينة نحتاجها في أيامنا، وهي الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع بأسره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر
ولا ضرار. الضرر هو إنزال الأذى بالنفس، والضرار هو إنزال الأذى بالغير. الضرر إما أن يكون واقعاً وإما أن يكون متوقعاً، فإن كان واقعاً يرفع أي يعالج، وإن كان متوقعاً يدفع، وهو الوقاية كما نقول خير من العلاج. فالأخذ بهذه بما توفره لنا وزارة الصحة هو من باب الأخذ بالأسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم ارزقنا حسن الاهتداء والاقتداء بأخلاق سيدنا رسول الله. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر،
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا مشاهدينا الكرام نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد بدر بحي عتاقة بمحافظة السويس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد السويس القومي. كل عام وأهل السويس بألف خير، ونشكر متابعينا الكرام على حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات أسرة البرامج الدينية بالتلفزيون المصري. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.